الشوط الأول. الهدف الأول في المباراة في كرة مباغتة وفي لقطة مباغتة حقيقة لي أنا شخصيا، وأنا أسجل ملاحظة بسيطة. لوكاس 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 فيرميو يخدع الجميع ويسجل أول أهداف اللقاء من أول هجمة لفريق المرخية. شوف الخطأ من بدأ الخطأ. أوهو يا خطاب يا خطاب يا خطاب، الخطأ المشترك بين خطاب وزميله حمزة ياسر. أي خطأ ارتكبه دفاع السيلية. المرخية واحد، المرخية واحد والسيلية لا شيء. بداية مبشرة للشوط الجيد إلى بنية الطو، إلى عبد الله محمد. هذه حلوة، هذه ربما تشكل خطورة. عبد الله محمد عرضية شكلت خطورة، شكلت خطورة وأحرز معها السيلية هدف التعادل. نعم جميلة كانت اللقطة من البداية، من البداية من البداية من البداية اللقطة كانت جميلة. شو اللي حاصل؟ شو اللي حاصل؟ نعم احتسب الهدف، ومع هدف التعادل الآن لفريق السيلية يأمر الحكم بإيقاف اللعب الآن لشرب المياه. الكولينج بريك، لكن اللقطة كانت جميلة، الهجمة كانت مميزة. عبد الله محمد حاول مرارا وتكرارا المراوغة والاختراق من تلك الجهة، وأخيرا كان له ما أراد بعد أن راوغ عبد الغني نور الدين بهذه الطريقة الجميلة. روبن لاميراس، والكاميرا والأعين كلها إلى بنية الطو. اظهر وبان، اظهر وبان، عليك الأمان. الرأسية إلى أي بنية الطو، بنية الطو، بنية الطو، فعلها العملاق، فعلها العملاق محمد بن يطو. ومتابعة أكثر من رائعة لرأسية زميله في الفريق، ومن ثم في الزاوية البعيدة ينتفض السيلية ويحرز الهدف الثاني. أوهو الكابيتانو، الكابيتان محمد بن يطو كان في أمس الحاجة عفوا إلى هذا الهدف. سليم سليم الهدف، سليم سليم الهدف، سليم رأسية يانيس. يا الله برأسية